هو حزيران من عام 88 كان نيلسون مانديلا في السجن منذ 25 عاما. شهرته أبعد من حدود جنوب أفريقيا. الرأي العام العالمي بدأ بالتحرك لإطلاق سراح الزعيم الكفاحي ضد الفصل العنصري. الرجل في 70 من عمره فنانون احتشدوا للمطالبة بالإفراج عنه. إطلاق سراحه جرى بعد عامين في 11 من فبراير من عام 90. بعد خروجه من السجن المناضل السلمي لم يطلب الانتقام، بل طالب أنصاره بأن يرموا السلاح في خطاب تاريخي في دربن في 26 من شباط من عام 90. مانديلا الأسود الذي جمع الأعراق وديكليرك الأبيض الذي هدم الفصل العنصري، الرجلان معا نالا جائزة نوبل للسلام عام 93. بعدها بعام انتخب مانديلا رئيسا لجنوب أفريقيا وقال في خطاب تنصيبه في 10 مايو: نحن ملتزمون ببناء مجتمع يكون فيه جميع مواطني جنوب أفريقيا شامخون. اعتزل السياسة عام 2004، لكنه واصل اجتذاب القلوب من أطراف العالم وضمن شهرته لأسباب كثيرة، لا سيما مكافحته للأيدز والفقر. عندما يكون هناك فقر وأيدز وحيثما تواجد البشر المظلومون، بالتالي هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به. عملنا من أجل الحرية للجميع. مانديلا اسم يرتبط بالحرية والسلام لدرجة أن اليونسكو في 18 يوليو جعلته اليوم العالمي لنيلسون مانديلا، فهو تاريخ عيد ميلاده والهدف بناء عالم أكثر عدلا. الرجل كان مهندسا للمصالحة في جنوب أفريقيا ورمزا للمساواة بين البيض والسود، وقد بات في صفوف الأبطال التاريخيين، غير أن مانديلا قال عن نفسه ذات مرة بأنه رجل عادي جدا، غير أن الظروف الاستثنائية هي التي جعلته قائداً.